مرحبا بكم. على مدار الوقت هناك الكثير من القصص والأساطير المتعلقة بمثلث برمودا وحالات اختفاء السفن والأشخاص والطائرات التي لم يتم التمكن من معرفة حقيقتها. ومن أحدث القصص المتعلقة بمثلث برمودا هي ظهور السفينة SS كوتوباكسي بعد 80 عاما على سواحل كوبا هافانا، وهو الخبر الزائف بصور غير حقيقية من الفيلم الشهير لقاءات قريبة من النوع الثالث للمخرج ستيفن سبيلبرغ، حيث تظهر هذه السفينة في صحراء غوبي. ومؤخرا انتشر خبرا مؤثرا على الانترنت، ولكن كالعادة ان هذه الاخبار والحكايات لا مصدر لها من اجل التأكد من حقيقتها. اقلعت طائرة من المانيا في عام 1954 وهبطت في البرازيل بعد 35 عام. هبطت الطائرة المختفية وعلى متنها 22 هيكلا عظميا بما في ذلك الطيار. يعد مثلث برمودا من فرضيات المؤامرة الأشهر في العالم، كما أنه عنصر هام لكل ما هو خارق للطبيعة. تشير الشائعات والحكايات عن مثلث برمودا إلى أن الغموض يكمن في الفضاء. يتم نقل الناس إلى جهة أو أخرى آلاف من الأميال خلال ثانية واحدة ودون أدنى تفسير. لقد اكتشف المحقق الصحفي إيروين بيتشر سرا لم يكن معروفا عن الظهور الغامض للرحلة سانتياغو 513. وطبقا للسلطات البرازيلية تم تسمية هذه الرحلة بأنها الأطول على الإطلاق وأصبحت تتصدر عناوين الأخبار، ولكن تم التكتم على الأمر. أقلعت الرحلة 513 في الرابع من سبتمبر من عام 1954 واختفت الطائرة في مكان ما على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي. وعلى مدار السنوات كانت العديد من الطائرات قد اختفت أو انتقلت حول هذه المنطقة. افترض الجميع آنذاك أنه في هذا الوقت كانت الطائرة قد انفجرت وفقد جميع من كانوا على متنها حياتهم. والآن إليكم الجزء المحزن. يفترض أن الطائرة قد ظهرت مجددا بعد 35 عام، فقد أحاطت بالمطار ثم هبطت. لم يكن برج التحكم على تواصل مع الطائرة التي هبطت في 12 من أكتوبر من عام 1989. وعندما عثر على الطائرة أصيب أفراد الأمن والدعم في المطار بالتأثر الشديد لدى اكتشافهم 88 راكب وأربعة من أفراد الطاقم في مقاعدهم، إلا أنهم كانوا جميعا عبارة عن هياكل عظمية. رفضت السلطات التعليق على الأمر، وقال الدكتور سلسوكيو وهو باحث في الظواهر الخارقة للطبيعة أن الرحلة 513 كانت قد دخلت في حالة من التشوه الزمني، وبالتأكيد لأنه ليس هناك ثمة تفسير آخر. ومثل ما ذكرت في البداية انتشرت هذه الحكاية أو الأسطورة على الإنترنت منذ بضعة أيام ولا نستطيع التأكد من حقيقتها. ربما يتم تكذيب الأمر بمرور الزمن، ولحين يحدث هذا فماذا تعتقدون أنتم؟ هل هي قصة حقيقية أم أنها من قصص الخيال العلمي مثل الأفلام التي شاهدتها؟ شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.